السلام عليكم شباب معكم شركية. شركة شركة لكم فيديو جديد طبعا شباب اليوم جاب شرح كيف تطور بماب الزومبي الجديد جورد كروفي طبعا الفيديو هذا مستعمل من احد اليوتيوبر الاجانب انه قدروا يلعبوها قبل بيوم كامل وحملوا الفيديوهات فحاب احط اول باول فان شاء الله هذا الفيديو الوحيد اللي رح استعمله من واحد اجنبي والباقي كله رح يكون من لعب ان شاء الله طيب اول شيء كل عليك تسويه لما تبلش لما تبلش الماب تروح لغرفه الكمبيوترات هي اللي فيها الصوره اللي شفناها من زمان بالدعاي وشو اسمه تقتل زومبي هناك مش تقتل هناك تقتل زومبي باي مكان وراح ينزل لك من الزومبي فيوزات فيوزات راح يكونوا ثلاث الوان هذا اول واحد مثل ما شايفينه هذا الفيوز الازرق الفيوز الازرق لازم نحطه هم في ثلاثه ازرق اصفر احمر كل واحد له مكان لازم نحطه فيه اول واحد الازرق هو بالضبط عد مكان الكمبيوترات شفتوه من شوي اللي هي الصوره اللي تسربت للماب من زمان والكل شافه حطيتها على حساب انستغرام هنيك المنطقه بالضبط راح تلاقي عند الكمبيوترات انه فينك تحط الفيوز في بكل روح وحط الفيوز بالمكان شايفينه بالضبط راح حطه بالفيديو قدامكم وبعدين راح ينزل لك برا راح ينزل لك يعني على الارض برا الماب راح تشوفها بشكل واضح اللي هي مثل اسطوانه من السماء وزومبي راح يحاولوا انهم يخربوها فلازم تعمل كده عليك انك تحميها لانه لو زومبي خربوها راح تضطر انك ترجع تقتل مره ثانيه ترجع تطلع الفيوز ترجع تحطها وترجع تحميها مره ثانيه فهتشوف الزومبي عم يهجموا عليها الزومبي ما راح يهجموا عليك نفس بالضبط لما تحط الجمجمه فراح يجي الزومبي مجرد يهجموا عليها ما راح يدمجوك، فخليك احميها احميها انت واصحابك اللي عم تلعب معاهم، وبعدين بس فتره شوي من الوقت راح تفتح ويطلع لك منها قطعه، هلا تشوفوا القطعه قدامكم وراح ياخذها بعد شوي، وبس هيك بس ناخذ القطعه هي هاي تقريبا خلصنا الخطوه او القطعه الاولى من تركيب الباك بانش او الشيء الاول اللي راح يخلينا نوصل للباك بانش، طيب هلا بكل بساطه بترجع تقتل الزومبي باي مكان بالماب ما راح تفرق لبين ما يطلع لك الفيوز الثاني. وعلى حسب الفيوز الثاني حسب لونه راح تروح على منطقه معينه عندنا مثل فيوز ازرق فيوز اصفر وفيوز اخضر فمثل ما شايفين هلا طلع لنا الفيوز الاصفر الفيوز الاصفر مكانه مثل ما شايفين قدامكم راح اروح قدامكم هلا على هاي الغرفه اللي فيها درج رح تلاقي كمبيوتر تحت اضغط عليه مربع وتحط الفيوز بكل بساطه وراح ينزل لك شيء ولازم تحميه الفيوز الاخير عند التنين فوق مثل ما شايفين تروح وتحطه مثل ما شايفين هلا الصوره قدامكم الفيوز الازرق عند الباور او الكهرباء هناك تشغل الكهرباء بكل بساطه مربع ما داعي اسوي فيديو كيف تفتح الكهرباء وبعدين الفيوز الاصفر عن مكان الدرج شفتوه من شوي والفيوز الاحمر تطلع على الدرج اللي عند التنين هي ثلاث فيوزات تحطها بثلاث اماكن وكل ما تحط واحد منهم راح ينزل لك مثل اسطوانه من السماء ولازم تحميها مثل شايفين هلا هل رحت وحطيت الفيوز ونزلت هاي من السماء مثل شايفين ولازم احميها لانه لو خربت انت قلت لكم راح تضطروا انكم ترجعوا تطلعوا فيوز مره ثانيه وترجعوا تنادوها وتحموها خلصنا منها طلعنا القطعه الثانيه وهيك صار صنع قطعتين لهلا لا تخليها معك ما في داعي تحطها باي مكان اهم شيء تجمعهم اول شيء اخر فيوز مش شايفينه حطيته وقعدنا نقتل نقتل زومبي حوالين الاسطوانه هي ونحميها وبعدين الاسطوانه راح تفتح وتعطينا القطعه الاخيره المطلوبه لنفتح الباكا بانش شايفين هلا خلي الاسطوانه شوي خلي الاسطوانه شوي وتقتل وتقتل زومبي بعدين راح تفتح لك وتعال خذ من عندها القطعه بس تخلص منها طيب هلا انتم شايفين صار عندنا قطعتين هلا رح اجيكم القطعة الأخيرة، القطعة الأخيرة مثل ما قلت لكم بتروح لأحد الثلاث أماكن قلت لكم إياها بتحط فيها الفيوزات وتحط الفيوز الأخير، طبعا بعد ما تطلع الفيوز لازم تقتل زومبي تطلع الفيوز، نفس نظام الفيوزات اللي موجودة بدير أيسن دراخ، فحلو بس تاخذ الفيوز الثالث والأخير تروح للمكان تبعه وتحط الفيوز هنيك وبعدين رح ينزل لك رح تنزل لك اسطوانه هي تأدل حواليها وتاخذ القطع الاخيره وهيك خلاص انت معك كل القطع وجاهز، هلا اللي عليك تنزل مكان تحت مش شايفينه هلا تحت تحت عند الكمبيوترات نفس المستنقع بسس مونوشيما تروح لهون وتحط الفيوزات كلها بالمكان شفتوه قدامكم وهيك انت جاهز، هلا بعد هيك اللي عليك تسويه انك تروح لعند احد التنانين الموجوده وفي اكثر من تنين على ما اظن، المهم روح على احد التنانين هدول وضغط مربع هون وناديه. اوكي او نادي التنين وبس يجي التنين وكون جاهز روح واركب على ظهر التنين والتنين راح يوديك على مكان معين، مكان ما فينك تروح عليه الا اذا كنت على ظهر التنين مثل مثل ما شايفين هلا، فالمهم نزلنا هون على مكان التنين بس انزل هون لا تضغط مربع على هالمكان ما بعرف حيسوي شيء مو على حسب الفيديو اللي سمعته بس لا تضغط مربع على هالمكان انزل تحت مثل مثل مو شايفين وراح تلاقي باب راح ينفتح لك وهيك راح توصل على الباك بانش اذا ما فتح لك الباب على الماضي لازم تضغط مربع على الجهاز هذاك ما عندي فكره والله بالضبط جربوا أنتوا روحوا اول شيء امشوا عادي لا لا تضغط مربع على الفيوز روح جربوا عادي شوفوا اذا باب الباك بانش ينفتح لحاله ولا لا اذا ما فتح روح اضغط مربع على على الجهاز الازرق شفتوه من شوي وبعدين هيك خلاص الباك بانش رح يكون موجود الك ما تتركوا شباب قبل لا تضغطوا مربع روحوا شيكوا بالمنطقه هاي رح تلاقوا البك بانش ولا لا اذا ما لقيتوه روحوا اضغطوا مربع لبين ما يطلع لكم البك بانش بس مو اول ما تنزلوا اضغط مربع لا اول شيء شيكوا اذا البك بانش موجود ولا لا بس شباب في اليوم اتمنى يكون عجبكم اتمنى الشباب تستفيدوا زر اللايك المفضله واكتبوا في الكومنت آه شو رايكم طريقه الباك بانش هاي وعجبتكم صعبه او لا واستنوا شروحات اليوم هتنزل كلها ورا بعض ان شاء الله وبس كان معكم شركيات وشركيات الثاني ان شاء الله مع السلامه